يا هلا وسهلا فيكم. خلال شهر رمضان المبارك استطاعت روتانا خليجية من أنها تقدم باقة متنوعة وجاذبة للمشاهدين، حتى أنها حققت أرقام قياسية في نسب مشاهدات الأعمال الرمضانية على منصة اليوتيوب، وتصدرت المشهد بأكثر من 68 مليون مشاهدة. إنجاز يقف خلف العديد من العاملين، ونشكر جميع من ساهم في هذا النجاح. أكيد اليوم لما تكون المنافسة عالية، يعني خصوصا في وقت رمضان، أنتوا تشوفون الكم الهائل من الأعمال قد إيش تكون في منافسات عائلة. فلما تحقق روتانا خليجية رقم قياسي مثل كذا، أكيد معناها أنها قدمت باقة أعمال جدا جميلة وناجحة. من ضمنهم كان مسلسل شباب البومب اللي كان تقريبا 12 جزء وحقق أرقام قياسية كثيرة، وطبعا برنامج الليوان تبع الأستاذ الكبير عبدالله المديفر أكيد كان من البرامج الناجحة جدا، حتى الحلقات كانت أغلبها يعني كانت ترند. وأيضا أنا من الأعمال اللي أنا تابعتها شخصيا كان مسلسل طارق ونوف، كان مسلسل رومانسي كوميدي كذا خفيف لطيف وحلو، حبيته جدا، وأعمال كثيرة ناجحة. فطبعا أكيد كلنا عارفين رمضان قد إيش يتميز بالأعمال والكم الهائل الكبير، وإن شاء الله يا رب أن روتانا خليجية تحقق أرقام قياسية أكثر وأكثر يا رب.